أهلين، اليوم سويت معكم تشيز الهبة بدون البيض وبدون الدقيق، وما راح نحتاج الفرن بطريقة جدا لذيذة. أتمنى تجربونها. بالبداية عندي بسكوت وزبدة، أخلطهم مع بعض لين يوصلون هذا القوام، وأحطهم بالصينية بايركس بهذه الطريقة. وبعدها أسوي خلطة التشيز. عندي الصحن اللي راح أخلط فيه كريمة الخفق، راح يكون بارد والكريمة باردة، وأخفقها على سرعة عالية وأضيف سكر بودر وبس. والخلطة التشيز راح أضيف جبن كريمي اللي هو جبن بلديفيا، وبعدها حليب مكثف وقشطة جيمر وبرشر ليمون وعصرة ليمون مع فانيليا. وبعدها راح أضيف كريمة الخفق اللي سويناها بالبداية ونخلطها مع بعض لين يتجانسون. وراح أحط على خلطة التشيز وأحط حبات التوت وأدخلها الثلاجة من 4 ساعات إلى 6 ساعات. وبعدها الصوص التوت حطيت هنا أنواع التوت مع عصرة ليمون وسكر باودر، حطيت على نار هادية وبعدها خلطته بالخلاط. جربوا تسوونه بقوالب الميني، مرة رهيب وراح يعجبكم. جربوه، عليكم ألف عافية.